يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف إمام وعندما قام من السجدة الأولى استمريت بالسجود لأني لم أسمع صوته، فلما سجد للثانية قمت فوجدت الإمام ساجدا فسجدت، فهل أسجد للسهو أم أعيد الركعة لأنني قد تركت ركنا؟ ما تركت ركنا ما دام رفعت رأسك بين السجدتين وجلست ولو يسيرا ولحقت بالإمام، أنت ما تركت شيء والحمد لله. وأنت ما معذور في أنك ما سمعت صوت الإمام، معذور في تأخرك. نعم.